يقف حكما بين الناشطين والحكومة. لذلك علت الأصوات مجددا مطالبة إياه بوقف تمويل مشروع سد بسري وتحويل القرض إلى مشاريع إنمائية أخرى. هذا ما طالبت به اللجنة الوطنية لحماية سد بسري وناشطون. تبعات أي محاولة من قبل السلطة لاستئناف الأعمال في مرج بسري ندعوه لسحب تمويله لصفقة السد فورا والخضوع لإرادة الشعب اللبناني والمجتمع المحلي في مصر. فقد قطعنا عهدا على أنفسنا أن لا تمر جرافة إلى المرج إلا على أجسادنا، وقلناها مرارا ونعيدها اليوم، سد مصر لن يمر. مشروع سد مصر صدر بقانون عن مجلس النواب، فكيف يرد المدافعون عن المرج؟ حتى لو في عنون، هالعنون من غيره لمصلحة الشعب اللبناني. اليوم المطلوب من مجلس النواب اللبناني يتحمل مسؤوليته ويعمل لمصلحة أهالي بسري، لمصلحة لبنان. السلطة السياسية أنهكت مطالب البيئيين العلمية، فأدخل المشروع في البازار السياسي وثمت استملاكات دفعت بقيمة 155 مليون دولار. أهالي مرج بسري اللي تم استملاك أراضيهم، استملكت أراضيهم بالقوة. مش هني راحوا قالوا للدولة بدنا سد. اجت الدولة قالت له بدنا نعمل سد. بدكم مصرياتكم أهلا وسهلا، ما بدكم بدنا نعمل سد غصب عنكم. الوقفة الرمزية أمام مقر البنك الدولي هي رسالة مضادة لرسالة البنك التي تجمد الدفعة وتعطي فرصة للحكومة لاستئناف الأعمال. الشغلة المهمة لازم ينتبه لها البنك الدولي إنه بمرج بسري في آثار بتعود للحضارة اليونانية، بتعود للحضارة الكيميائية. فوق عم بينقتل الهوية اللبنانية، عم بينقتل الإبس اللبناني. ما بظن البنك الدولي تيس وغبي مثل السلطة اللبنانية. وإذا بيكمل